قدمت لمحة بسيطة عن المسألة اللي طلب منا، قدم لها حل وشو الخطوات اللي اتبعناها وشو النتائج اللي طلعت معنا. نماذج علمية تقديمية لمشاريع معرض النمذجة الرياضية للأطفال واليافعين في فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية، نقاش علمي وإسهاب في تفاصيل وأسس المشاريع. اليوم معرض النمذجة والمحاكاة للنسخة الثانية على التوالي. نحن مثل ما بتعرفوا الأسبوع الماضي كان في معرض للمشاريع اللي هن 11 مشروع قدموه الأطفال واليافعين بعلوم متنوعة، إن كانت فيزيائية وطبية، ذكاء صنعي، تخطيط. كان في مشاريع جدا مميزة. اليوم رح يتم عرضها بشكل سيمينارات رح يقدموها الأطفال اليافعين للحضور بشكل دعوة عامة. عندنا 11 مشروع، عندنا 11 عرض علمي، الغاية هو اعطاء الفكره الرياضيه اهميتها. كان بالمعرض اعطينا الفكره الحاسوبيه اهميتها، الان اعطاء الفكره الرياضيه اهميتها. اكثر من ذلك يجب تدريب الاعمار الصغيره على إلقاء الفكرة العلمية بشكل صحيح وتصميم عرض علمي بشكل صحيح. فالغاية هو نقل هذه العدوى حتى إلى المتلقي الآخر للحضور الكريم اللي بده يحضر هلا. تشكل النمذجة الرياضية أسلوب تفكير ونمطا علميا جديدا لإيجاد الحلول وتقديم نماذج تحاكي الواقع. هيدا المشاركة شيء كتير إيجابي بالنسبة لنا، يعطينا الفرصة لحتى نحن نشتغل بإيدنا، نبحث ونصيغ معادلات ومعلومات أكبر من عمرنا، بتساعدنا بمجالات مختلفة بحياتنا سواء بالمدرسة بالشغل أو بأي مجال تاني. أهمية الشغل اليوم هي كتير شيء حلو، لأنه نحن أول شيء رح تعزز ثقتنا بنفسنا، ورح يكون في رح نحن نستفاد والعالم اللي عم تحضر كمان تستفاد مثلنا. هذا الموضوع كتير كبير وكتير مهم، نحن مشاريعنا وهي المشاكل الواقعية نحن عم نشرح لهم إياها وعم نقدر نعطيهم حلول بس بطريقة رياضية أكتر، فهذا الموضوع رح يفيدنا ورح يفيدهم أكتر، رح يعزز لنا ثقافتنا بهذا المواضيع. أنا هون اليوم بدي أعرض مشروعي واللي هو نموذج محاكاة انتشار الورم الخبيث. نحن بدنا نستفيد العالم من انه يطلعوا لهذا المشروع، يشوفوا الحاضرين انه اهميه النمذجه كيف فيها تطبق بالمجالات الصحيه والطبيه واكثر من مجال. انا مشروعي بيحكي عن علاقه بين الضحيه والمفترس، هي العلاقه بتبين التناسب بين زياده عدد الضحايا والفرائس. طبعا نحن ما فينا نستخدمها بس انه بهالمجال، في كثير مجالات علميه طبيه زراعيه. هي الجلسة الثانية من المعرض تهدف إلى إعطاء المزيد من التفاصيل العلمية حول المشاريع وتدريب المشاركين على كيفية تقديم عرض علمي بطريقة صحيحة.